بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. إن هذا الشهر وهو شهر شعبان قد وقع فيه ولادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه، الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر المهدي من ولدي فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. ولعل الفرق بين القسط والعدل أن القسط في الأموال، ولذا ورد في القرآن الحكيم القسطاس المستقيم، أما العدل فهو بالنسبة إلى غير الأموال إذا جمعا، وإن كان القسط يشمل الأمرين والعدل كذلك يشمل الأمرين إذا ذكر كل واحد منفردا. فالظاهر أن الإمام المهدي هو الذي سيأتي، ولا بد وأن سيأتي، فإن المنكر لا ينكر إلا لضيق شديد في فكره. إن المهدي عليه الصلاة والسلام مما قره الله سبحانه، كما قر سائر الأنبياء وسائر الأئمة، وكما أنكروا موسى وعيسى ونوحا وإبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم مع تلك الآيات البينات الباهرات والمعجزات الظاهرات، حتى عد لنبي الإسلام أكثر من 4000 معجزة أنكروه. وكذلك المنكرون للإمام المهدي ينكرونه مع 1000 دليل ودليل. وقبل ذلك أنكروا المعاد وحاربوا الأنبياء الذين كانوا يقولون به. وقد قال أبو سفيان لمن قال له: لماذا لا تؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنت تعلم صدقه؟ قال أبو سفيان: كانوا أي بنو هاشم يطعمون كما كنا نطعم، وكانوا يعملون من الخير كما كنا أي بنو أمية نعمل الخير. ثم ظهر فيهم من يقول: أنا نبي، إني لا أتحمل ذلك. أقول: وقد قال سبحانه بالنسبة إليه وإلى أضرابه من الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. إن شهر شعبان شهر الإمام المهدي، حيث صار المولود المبارك فيه، وعلى ما هو المشهور بين المؤرخين. فالواجب علينا أن ندعو إليه ليؤمن به العالم، وإيمانهم سعادة لهم في الدنيا، حيث أن الإيمان بالشؤون المربوطة بالله يوجب اتباع الإنسان لطريقة الله الذي له ما في السماوات والأرض تكوينا، فتصح العقيدة، وبذلك ينتهج الإنسان مناهج الله سبحانه الذي شرع الشريعة الخاصة الموجبة سعادة الإنسان، لأنها الشريعة الصحيحة الموجبة للسير الصحيح في هذه الدنيا، حيث لا يخاف الإنسان بذلك دركا ولا يخشى، فإن شريعة الله هي المنهج الصحيح الذي وضعه سبحانه، فإن الواضع لهذا المنهج هو خالق الكون، مما إذا خالفه الإنسان يكون فيه العطب. ولذا قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإنه كما يكون أعمى عن طريق الله في هذه الحياة، يكون أعمى في الحياة الثانية، ومقدارها 50,000 سنة في تلك الأحوال التي لا يعلم عظمها إلا الخالق، حيث ورد: ومن كل هول أعددته ليوم القيامة. وإذا كان نهج سلوك الإنسان
مبتدعا بمنهج رسول الله ابتداء ومنهج الإمام المهدي الذي هو العمل بسيرة الرسول نهاية، يكون الإنسان أسعد الناس دنيا وآخرة، ويكون مصداقا لما في القرآن الحكيم حيث قال سبحانه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والمراد بالحسنة الجنس في كل باب باب لا الفرد، فهو كقولهم: تمرة خير من جرادة. هذا بالإضافة إلى أن اللازم على الإنسان أن يدأب في هذا الشهر في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ولنا برسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يقتدي به ويعمل كما أمر حتى نفوز بالسعادتين، والله المستعان.